السلام عليكم. انا كنعتذر مني هشام الملولي على هاد الهضره اللي كنقول فيه، حقاش انا راه بقى فيا الحال على ود الفيديو الاخر اللي خرج، واخا ديك الهضره اللي قال راه ما كايناش. ملي جيت نشوف لقيت انا هضرت فيه قبل ما يهضر، هو باغي يرد ليا غير الصرف وصافي، يعني هضرت فيه فيا حتى هو. ملي هو ما كيتقبلش الانتقاد وما كيتقبلش الهضره وما كيتقبلش المعطيه، انا غنحترم الراي ديالو، ما عمرني مازال غنهضر فيه. اسمح لي هشام الملولي على ود اي حاجه قلتها فيك، شاركنا الطعام، شاركنا الحلوه، شاركنا الحره، ما نكونوش ولاد الحرام ونهضروا في بعضياتنا. اسمح لي بزاف.